اخر التحديثات، ركبت لهم لمبه جوه، جبت لهم لمبه وعملت لهم حاجه تانية هوريها لكم دلوقتي. ركبت لهم باب بمفصله، انا جوه عندهم اهو دلوقتي. ركبت لهم باب مفصله وجبت زاويه عشان اثبت الجزء ده، عشان كل شويه كنت اطلع الاقيهم ايه بيطلعوا لي، بس لقيت فيه الفرق ده اللي هو ايه ممكن يعدوا منه. بقيت احط دي كده خشبيه وازنق بقى باي حاجه زي اللي بره دي وابني السد العالي بتاعي، بس هما كده ما يطلعوش، لان كل شويه اطلع الاقيهم بره وينطوا بره ويعملوا لي مشاكل مع الحج، وانا ايه يعني انا هنا بالعافيه رجعت ربي هنا بالعافيه، فمش عايز اعمل مشاكل مع الحج تاني. ملحوظه بقى، انا بقيت اكل ناي زي ما انتوا شايفين كده، دي هياكل ورقابي نيه. عملت ده ازاي؟ اختبرت الاول، هما بياكلوا بس هما دلوقتي مش جعانين، انا سايب لهم الاكل ده لان انا خلاص ماشي، بس هما دلوقتي بقوا ايه ياكلوا ناي. وهوريكم حاجه كده انا بعملها، جاي لك استنى مش انت. لا بص اسمه ايه بس بقيت اكلهم بطريقه كده هبقى اوريها لكم كده اهو. بعد بقيم وانا قافل وماشي، طبعا هيحاولوا يخرجوا، ولو جيت النهارده بكره ولقيتهم خرجوا يبقى انا كده فشلت، بس اهو قفلت، عملت تقفلتي وظبطت الدنيا، ربنا يستر بس والانسات ما يعملوش الغلط معايا والاقيهم بيطلعوا تاني. للعلم انا ما جبتش سجانات او اقفاص او زي ما بنقول بقى اللي انتوا شوفوا انتوا المسمى اللي بتقولوا عليه سلكات، ما جبتش الكلام ده علشان لقيتهم غاليين دلوقتي، بس هو السعر الحقيقي للواحده اللي انا عايز اجيبها ب 250 جنيه وانا هجيبها بالسعر ده يا اما مش هجيبها. انا عندي استعداد اصرف على المكان اكتر من كده واظبط اكتر من كده، بس برضو ما اجيبهاش باغلى من سعرها يعني. فانا مستني الجو يهدى والكورونا تتنيل بقى تمشي بقى عشان خناقتنا، وان شاء الله ايه اجيب لهم حاجه كويسه يقعدوا فيها افضل من كده كمان. اللي مفكر ان سيا طيبه اتفرج على الحته دي، بس مش عايز اعمل دوشه عشان ايه لما بياخدوا بالهم ان انا موجود بيركزوا معايا. اللي بتزوم هي سيا، هي بس جايباها من تحت نايمه تحتها مستغليه ان هي اقصر منها. بس ده اللعب بتاعهم، يمكن انتوا ما شفتوهوش قبل كده عشان انا ملحقش اصورهم، بس ده دايما اللعب بتاعهم. انا مركب اللمبه الصفرة دي لمبه صفرة مركبها علشان
عشان احنا في شتاء بس دي بتدفي، اما في الصيف هركب اللمبة اللي هي الاقتصادية البيضة دي عشان ما بتصدرش حرارة، فبالتالي ايه يبقى جسمهم بارد يعني. كويس ان سيا بتستغل ان هي بتستغل ان نيس اطول وبتبتدي ايه تلعب على النقطة دي بانها تجيبها من تحت من رجلها، تنزل تحتها، بص بص تنزل من تحتها تروح جايباها. ده يدل ان هي بتشغل الجرو، بيشغل دماغه يعني. بس بقى تبتدي تزوم عليها. أول ما ساتب لما تتوجع يعني، لما نيس تتغشم شوية تتوجع تصوت كده من الوجع، بعديها على طول تلاقي سيا بتتحول بقى وبتاع. بص تحولت نيس دايما شقية وطاقتها عالية ما شاء الله. بص لو هي كفاية كده خلاص. يلا سيبكم مع بعض بقى، كلوا بعض بدنا وشكم.